كل شيء، اي مطعم قريب على قلبك من بعد العراقي السوري. السوري السوري. طيب ليش ليش يعني السوري؟ واحنا نلاحظ حتى كثير من المطاعم انه صارت سوريه، خصوصا بالشاورما واليالانجي. يالانجي اكتسح الساحه. يعني عقبال حتى دول المناقيش. اي ليش تميزين وتحبين المطعم السوري بعد الاكل العراقي؟ قريبه على النفس العراقيه بالاكل، طيبه. بشنو يعني يتميز مطبخ السوري؟ هو اكثر شيء بالشاورما والكباب. الكباب والكبنيه عندهم لبنيه. تحسي معظم الاكل السوري قريب على الاكل التركي، صح؟ صحيح. عندهم الكبنيه اللي هي جايه دي لو طلعت تعرف الاكل يعني. بس شنو اكل؟ لا اعرف الاكل. من يوم والكبه الشوي ايضا واللبنيه. تحسيها قريبه على المطبخ التركي. نعم بالضبط. هي ترى الدولمة هي اصلها تركي، صحيح. احنا حورناها، كل احنا حورناها العراقيين كل شيء خليناها، بس هي تجي مقادير خاصه بهم اكيد. لكن السوري هي بس اختصاص بورق العنب واللحم والسمن. نعم. فيطبخوها بزيت الزيتون، يعني تختلف عن الاتراك. صحي اكثر. نعم. وعندنا بمصر يسموها المحاشي. محاشي ايه. صح. هي خضار محشاية بالرز. نعم بس هي ترجع اصلها هي تركي. تركي. نعم. بس هي بها لمسات عراقية. احنا اللي اخذناها واحنا اللي طورناها وضفنا لها، بس صارت الدومة العراقية طغت عليها. يعني هسه من نطلع خارج العراق ويسألونا شنو العراق يتميز بشنو اكله؟ سمك المسقوف. سمك المسقوف. والدولمة. والدولمة. اي اهم شيء الدولمة. احنا نعرف والبرياني هاي اخر شيء. بس البرياني اخر شيء. طبعا هي اكو مقسومين العراقيين قسمين، يا اما برياني يا اما دولما. بحيث دولماوي برياني. والله السفره عندنا او عزيمه او شيء. صحيح لازم الدولما. شنو هسه وين دولما؟ اهم شيء وجبه رئيسيه تنحط. يعني هسه تطورنا بالمندي والكبسات. صح. قبل ما كان اكو هذا الشيء. الكبسه هم بالضبط اكله، بس هم مالتين دخلت المطبخ العراقي. والمندي اكله بحرينيه. بحرينية بالضبط. ف يمنية. يعني بس هي تتطور، يعني كل دولة تأخذ الوصفة فتبدي تطورها، بس هي تبقى باسم الدولة اللي صح. احنا اللي سويناها.